بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مشاهدينا في باقي الأفكار، أهلا وسهلا بكم معنا النهاردة في فيديو جديد هنتعرف فيه على نبات الوينكا. النبات زي ما احنا شايفين كده جميل جدا جدا، بيسمى فينجا روزا. الأزهار بتاعته لونها البنفسجي ده، وفي منها اللون الأبيض وفيه الخليط من الاثنين. النبات ده صيفي معمر، بيزرع من شهر مارس وأبريل ومايو، وبيبتدي يزهر طوال فترة الربيع، ممكن تمتد عملية التزهير خلال السنة كاملة. البذرة بتاعته لونها أسود، الأوراق لحمية جلدية متقابلة جميلة جدا. ويمكن النبات هنا صحي ونمو رائع، لأن احنا اهتمينا بيه وزرعناه بعد ما حطينا كمية وفيرة من الكومبوست في التربة قبل الزراعة. بيعتبر نبات الوينكا من النباتات اللي بتزرع في أحواض أو في أسس أو كمحددات للأحواض. لو أنا قمت بعملية التقليم والقص والتشكيل ليها بنوع من الاهتمام، لكن لا يفضل زراعتها في الحدائق الخاصة بالأطفال، لأنه بيحتوي على مواد سامة. كما يحتوي على مواد سامة، هو برضو نبات له قيمة طبية عالية جدا، لأنه بيحتوي على مواد بتلعب دور كبير جدا في منع الخلايا السرطانية من الانقسام، وده مهم جدا للمرضى، وعشان كده بتستخرج منه غالبية الأدوية السرطانية. أنا عايزة أوريكم هنا حجم الورقة جمالها من التغذية السليمة ليها بسماد الكومبوست. شايفين حجم الورقة؟ رائع. هنا بداية أهو رائع، زهرية تكونت ما اتفتحتش لسه. النبات ده من النباتات اللي بتتحمل الجفاف والحرارة الشديدة، لكن يهمنا جدا إن أنا أثناء الصيف أرويه يوميا، وأفضل كمان في الصيف إن أنا أرويه قبل الغروب مش في الصباح الباكر، لمنع ارتفاع درجة حرارة المية لو أنا حطيتها، أو اكتسابها للسخونة اللي في التربة وبتسخن برضو، ده بيأثر على نمو النبات. دي الوينكا البيضة الجميلة، نفس الاهتمام والعناية بالتسميد الكومبوست. لو ما عملتش لايك للفيديو لسه، اعمل لايك وتعالى نكمل الفيديو مع بعض. بتتكاثر الوينكا بالبذور او بالتقسيم او بالعقلة. العقلة باخدها بطول حوالي من 7 لـ 10 سنتيمتر، باخليها من الاوراق ما عدا 2 إلى 3 اوراق في القمة. لو انا اخدتها عقلة طرفية بزرعها في تربة خفيفة، بافرطش في المية علشان ما يحصلهاش تعفن للجذور. تمام. تعفن الجذور في الوينكا بيرجع للإصابة بعدد من المسببات الفطرية زي فطر البسيوم والريزوكتينيا، وهنا بحتاج لمبيدات فطرية أحطها مع عدم الإفراط في الري. نبات جميل ورائع، وخاصة إن هو مستديم التزهير. أجي أعمل عقلة للوينكا يهمني جدا إن أنا أكون رويت النبات قبلها بيوم سابق، ده مهم جدا. وبعد كده باخد العقلة بمقص حاد، ده الشرط الثاني. طول العقلة يكون زي ما قلنا من 2 لـ 6 بوصة، وأخليه من الأزهار ويكون عليه عدد 2 إلى 3 أوراق. بعد كده بقى بزرعها في قصيص، أحطها في مكان دافي وأرويها بعد الزراعة بيوم، وبعد كده أرويها الري اللي بعدها بعد 2 لـ 3 أسابيع المرة الثانية بالظبط، ما كترش المية. لكن ممكن أرش العقل رش خفيف عشان أحافظ على رطوبتها.
ده نبات وينكا انا زرعته عن طريق الاكسار بالبذرة في شهر اكتوبر، والبذرة نبتت كويس جدا ونجحت في قصص صغيرة اهي من فوارغ البلاستيك، شرط ان هي تكون مثقبة من اسفل. اهتميت بالري، ما وصلتش التربة لانها تبقى تربة غدقة، الري كان معتدل. بعد كده هنقلها في قصص اكبر منها لتوفير حيز كبير ليها من التربة والمكان اللي تقدر تعيش فيه وتديني نباتات كبيرة وقوية النمو، او انقلها الى الاحواض. ازرعوا واستمتعوا، احنا بنقول ان الزراعة حياة. يلا بينا نكمل الفيديو. زي ما قلنا العناية بالتسميد وبالري مهم جدا لانتاج نبات رائع من الوينكا، يعني الخضرة جميل. وانا هوريكم كمان مشاهد تانية من احواض وينكا بيضاء وبنفسجي مزروعة مهملة من كثرة الحشائش اللي فيها والتعطيش، وتشوفوا الفرق بين الاتنين، بين النبات ده والنبات النامي بيئة ممتلئة بالحشائش. غالبا اصفرار النبات بيحدث بسبب نقص الحديد او نقص النيتروجين، واحنا تغلبنا على المشكلة زي ما بنقول ان احنا حطينا كمية من الكمبوست في التربة قبل الزراعة، يعني بخليط من الكمبوست مع بعض العناصر الصغرى كرش ورقي بيديني نمو ممتاز جدا للوينكا. مشاهدينا في بقية افكار، اتمنى الفيديو يعجبكم، واذا عجبكم ما تنسوناش باللايك والشير وسبسكرايب لقناة باقة افكار. مع اطيب تحياتي ليكم في فيديو جديد ان شاء الله، واحد نباتات الزينة. شكرا والى لقاء دكتورة رؤية.